أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وللجيش الأبيض ومنتسبي نصيب الأسد في هالجولة المسائية من مساء الخير. ويسرنا أن نجري اتصالا هاتفيا على الطرف الآخر مع العقيد الطبيب الدكتور طارق عبد اللطيف العماني، رئيس قسم الباطنية في هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، والحديث حول الاجتماع الذي تم بين بعض القيادات العسكرية ونظرائهم في عدد من الدول الأخرى شقيقة. حياك الله ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا فيكم. نرحب فيك العقيد الدكتور طارق، وفي البداية نبي نتعرف أكثر على مجريات الاجتماع بين هيئة الخدمات الطبية والفريق الطبي العسكري الصيني. نعم، حاب أولا أمسي عليكم بالخير وعلى جميع مشاهدي تلفزيون الكويت، وشاكر لكم استضافتكم لي في برنامج مساء الخير يا كويت. طبعا ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة، عقد الاجتماع صباح اليوم بمركز العمليات في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأسه رئيس هيئة الخدمات الطبية الدكتور عبد الله مشعل الصباح، وضم مدير مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة العقيد طبيب وليد مندني، وعدد من الأطباء المتخصصين في المستشفى مع الفريق الطبي العسكري المتواجد بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث تم من خلال هذا الاجتماع تبادل الخبرات في مكافحة جائحة كورونا. نعم سيادة العقيد دكتور طارق، كما يقولون في علم الاستراتيجيات، فما بالك لما تكون استراتيجية عسكرية أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. كيف تمت الاستفادة من التجربة الصينية؟ نعم حقا، بدعم لا محدود من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، قامت وزارة الدفاع بأدوار متعددة ومهمة في مكافحة جائحة كورونا، حيث أجري خلال الاجتماع العديد من المباحثات حول إجراءات الوقاية واختبارات الكشف لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، كما اطلع كلا الجانبين على الوضع العام للفيروس ووضع آخر التوصيات المناسبة للتصدي له واحتوائه، كما تناولنا أيضا بروتوكولات العلاج والحجر في مجالات الوقاية لمكافحة هذه الجائحة ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية. نعم عقيد دكتور طارق، يعني جهودكم واضحة وكبيرة منذ بداية الأزمة، الله يعطيكم العافية، بس نبي نعرف انطباع الفريق العسكري الصيني على الإجراءات الاحترازية المتبعة في دولة الكويت. الله يعافيك، وأمانة صراحة عقب ما تناقشنا معهم بعد ما تم الاطلاع من جانبهم على الإجراءات المعمول بها، أثنى الفريق الطبي العسكري بجمهورية الصين الشعبية الصديقة على اتخاذ كافة تدابير الوقاية والسيطرة على هذا الوباء من قبل دولة الكويت، وما قامت به من استعدادات حازمة بما فيها توفير المستلزمات الطبية، مؤكدين من جانبهم على المساهمة بالتجارب المشتركة بين البلدين الصديقين بالمستقبل. نعم، إذن العقيد دكتور طارق عبد اللطيف، شكرا جزيلا لحضرتك وكل منتسبين وزارة الدفاع من وإلى وأنتم في الميدان، شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا في مساء الخير يا كويت. إذن مشاهدينا الكرام، ما زال في الوقت بقية فاصل ومن ثم نواصل.